نفسيتك. صح شيبتكم. ثم شخصيات تدخل الذاكرة وتولي صورة وهالة ممكن يصير حتى ماهيش الصورة الحقيقية نتاعك الشخصية هذيك. منهم سلطان المدينة، محرز بن خلف الصديقي، سيدي محرز اللي جرت العادة أن التوانسة يقدروه ويحترموه برشا، لكن أغلب التوانسة ما يعرفوا عليه حد شيء. هاو كولي صالح مدفون في باب سويقة في الزاوية نتاعو، ودخل الوجدان باعتبار أنه العروسة قبل ما تمد يدها للحنة تمشي تزور سيدي محرز، والمطهر قبل القص يهزوه يزوروه سيدي محرز، والحاج قبل ما يقبل بتربي يمشي يعمل زيارة لسيدي محرز. حتى في الحركة الوطنية دخلت زاوية سيدي محرز بقوة، أشهر منها حادثة المقال المشهورة واللي صار في زاوية سيدي محرز، ولا جزء من كيان. أما سيدي محرز شكونه بالتحديد؟ محرز بن خلف الصديقي هو من أحفاد سيدنا أبي بكر، أبي بكر الصديق، جاءوا في قديم الزمان لتونس، وهو تولد في مدينة أريانا، وفي مدينة أريانا عاش فترة من حياته، وكان مؤدب صبيان، معناها يقري الصغيرات القرآن ويعلمهم شوية حديث والكتيبة والقراية. يقول القائل مالا شنية سبت الاحترام الكبير ليه والمحبة الكثيرة اللي ولاو التوانسة يشعروها نحوه؟ هذه الناتج على أنه محرز بن خلف في وقت عاش في فترة كانت تونس مهيمن عليها الشيعة الفاطمية، وهو كان سني مالكي. أي كي ضعفت الدولة المركزية في القروان حاول يثور، وبالفعل ثار على النظام المركزي وتزعم حركة لعودة أهل تونس إلى المذهب السنة وأهل الجماعة وخاصة المذهب المالكي. يبدو أن هالهيلة هذه هي اللي خلت سيدي محرز يتمتع بالمحبة الكبيرة عند الناس وتخلى الوجدان نتاعهم ولا جزء لا يتجزأ من تاريخهم. محرز بن خلف ولد حوالي 930 وتوفى عام 1022 ودفن بزاويته المعروفة في باب سويقة. إن شاء الله سمعتوا مليح حكاية فينتاج. ملا جاوبوا على السؤال هذا في كومنتار على شان يوتيوب متاعنا باش تربح كل يوم جالاكسي A22 5G.